نقلة جديدة في ألعاب كرة السلة. لعبة NBA 2K20 من تطوير Visual Concepts ونشر شركة 2K. هذه اللعبة عبارة عن محاكاة واقعية لرياضة كرة السلة، وهذه السنة ترجع بتحسينات كثيرة، من أهمها طور القصة، وهالمرة بيرجع بشكل أضخم وبتقديم طاقم ممثلين الجداد مثل إدريس إلبا ولاعبين كرة السلة المشهورين، والطور راح يقدم تجربة سينمائية. تصميم شخصيتك للقصة صار أعمق بكثير، تقدر تحدد شكل الشخصية وقدراتها مثل هجوم الدفاع والقوة وغيرها من التفاصيل. تم تطوير محرك الحركة للعبة، وبسبب هالشيء صارت حركة اللاعبين أفضل وأقرب للواقع، وصار عندك قدرة تحكم أكبر على اللاعب والكرة وحركات جديدة ومتقدمة لتسديد والتمرير. وحتى طور ماي تيم بيكون متواجد للمرة الثامنة في السلسلة. هذا الطور فكرته أنك تبني الفريق الحلم وتحاول تحصل على اللاعبين الأقوى من خلال البطاقات اللي تقدر تشتريها من داخل اللعبة. لأول مرة في تاريخ السلسلة تم إضافة فرق كرة السلة النسائية بعدد 12 فريق، وحتى الفرق القديمة المشهورة في NBA أو الرابطة الوطنية لكرة السلة تم زيادتهم 10 فرق وصار المجموع 100 فريق. حتى المعلقين لهم نصيب في التحسينات. هذا الجزء في كمية كبيرة من المعلقين المعروفين في مجال كرة السلة، واللي يضيف الكثير من الواقعية للعبة. حسب كلام الناشر، اللعبة راح تصدر في تاريخ 6 سبتمبر على جهاز البي سي والسويتش والبلايستيشن 4 والإكس بوكس 1.